مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. وبكل وحشية اعتد الكاميروني سامويل إيتو بالضرب على يوتيوبر جزائري أمس نهاية مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية. الجزائري سعيد ماموني قدم شكوى لدى شرطة قطر بعد تعرضه للاعتداء من قبل سامويل إيتو ومرافقه. مساء الخير، كي راكم دايرين؟ لاباس؟ هيا ان شاء الله راكم بخير. انا في مركز الشرطه، عندي تحقيق في الموضوع. هذا الفيديو اللي سمعته الوالد على بالي تاثر. اول شيء الدابس مع ايتو صامويل، راح تقولوا كيف ايتو صامويل؟ والله الدابس مع ايتو صامويل شوفوا، والله الدابس مع ايتو صامويل اللي كان معه هو ضربني واللي كان معه دفعني، وانا كنقدم فيه بلاغ وهرسيت. ومني لكم احلى سلام لاحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.